السلام عليكم، معكم محمد الأمين قباشي مؤسس مشروع سديد. هو عبارة عن نظام لأتممة مواقف السيارات في دبي. في البداية عند سماعنا عن مبادرة بيتش أند جوف المقدمة من مركز محمد براش للابتكار الحكومي، قدمنا للمسابقة، وبعد النجاح في المسابقة تحصلنا على الدعم والإرشاد مما سمح لنا بتطوير نماذج أولية. من مميزات مشروع سديد هو سهولة تطبيقه، لأنه لا يحتاج إلى تغيير في البنية التحتية للمدن وخاصة مدينة دبي. ما يميز مبادرة بيتش أند جوف المقدمة من مركز محمد براش هي مبادرة كانت بالنسبة لتجربتي الشخصية كانت مبادرة سريعة ومفيدة في نفس الوقت، سواء من جانب الدعم المالي أو الدعم المعنوي وشبكة العلاقات. أنصح أي شاب يملك مشروع مبتكر يقدم حل للتحديات الموجودة في المجتمع.